وثائق تكشف استحواذ أبناء المسؤولين والقيادات السياسية على منح الابتعاث الدراسية. البحرية الأمريكية تعترض سفينة تحمل ذخائر ووقود للصواريخ من إيران لليمن في خليج عمان. الحكومة تناشد المبعوث الأممي التدخل العاجل لإنقاذ حياة الصحفيين المعذبين في سجون الحوثي. قتلى وجرحى في تجدد المعارك بين الجيش وميليشيا الحوثي جنوب مأرب. أهلا بكم إلى نشرة أخبار التاسعة، معكم أنا شادي نجيب وسامي السامعي. كشفت وثائق رسمية عن استحواذ أبناء المسؤولين وقيادات وشخصيات سياسية على منح الابتعاث إلى مختلف دول العالم. وفق الوثائق فقد استحوذ أبناء وأقارب قيادات رفيعة في الدولة وآخرين مسؤولين في عدد من الوزارات والمؤسسات على جزء كبير من مقاعد المنح والمنح المالية التي تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتصرف بالعملة الصعبة للطلاب المبتعثين. وقد لاقت الوثائق استنكارا واسعا من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بضرورة التحقيق في عمليات صرف هذه المنح ومحاسبة المتورطين. الناشطون شددوا على ضرورة الالتزام في عمليات صرف المنح بناء على المعايير واللوائح المنظمة وفق القانون. وللتعليق حول موضوع المنح الدراسية سيكون معنا السفير مصطفى نعمان، ولكن بعد أن نكمل هذا الخبر، حيث أعلن الأسطول الخامس الأمريكي اعتراض سفينة صيد في خليج عمان، قال أنها كانت تهرب ذخائر ووقود للصواريخ على طريق بحري من إيران إلى اليمن. قال الأسطول الخامس في بيان سفينة الصيد كانت تحمل شحنة يزيد وزنها على 50 طن، مشيرا إلى أن هذه هي ثاني عملياته لمصادرة شحنة كبيرة من الأسلحة المهربة في غضون شهر. نقل البيان عن براد كوبر قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس قوله إن اعتراض السفينة يظهر بوضوح استمرار نقل إيران غير القانوني للمساعدات الفتاكة وسلوكها المزعزع للاستقرار. وشدد على أن توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين في اليمن ينتهك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن ذي الصلة. وسبق أن اعترض الأسطول الخامس سفينة صيد تنقل مساعدات مميتة بشكل غير قانوني من إيران إلى اليمن في 8 نوفمبر الماضي. بدورها اتهمت السعودية ميليشيا الحوثي بالإصرار على تنفيذ عمليات إرهابية صوب الموانئ والمنشآت المدنية الاقتصادية في اليمن وممرات الطاقة والملاحة الدولية. وقال سفير الرياض لدى اليمن محمد الجابر إنه ناقش خلال لقائه مع المبعوث الأمريكي لليمن تعنت ميليشيا الحوثي واستمرار رفضها للمقترح الأممي لتمديد الهدنة. الجابر جدد دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي هانس جرونبرغ ومقترحه لتمديد الهدنة للوصول إلى حل سياسي شامل والبدء بالإعمار، مؤكدا أن تمديد الهدنة سيسهم في تحسين حياة اليمنيين. وفي الأشهر الأخيرة شنت ميليشيا الحوثي هجمات على موانئ الضبة والنشيمة وقنا النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة وسط دعوات محلية ودولية لوقف تلك الهجمات. من جانبها اتهمت ميليشيا الحوثي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا بالمشاركة فيما أسمته الحصار الاقتصادي على اليمن. وهاجم عضو وفد الحوثيين المفاوض عبد الملك العجري تصريحات المبعوث الأمريكي وسفيري بريطانيا وفرنسا والتي اتهموا فيها الميليشيا بحرمان الشعب اليمني من الموارد عقب هجماتها على موانئ تصدير النفط الخام. قال العجري أن من يحرم اليمنيين من مواردهم وحقوقهم الاقتصادية هو الحصار الغاشم الذي تمثل واشنطن ولندن وباريس جزءا منه. ودافع القيادة الحوثية عن الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية زاعما أنها تأتي لمنع العبث بالثروات حد قوله. على صعيد آخر طالبت الحكومة المجتمع الدولي بالتعامل مع ميليشيا الحوثي وفقا لمقاربة واقعية تشمل ممارسة أقصى الضغوط لردعها وإجبارها على القبول بالعملية السياسية المرتكزة على المرجعيات. وأشار وزير الخارجية أحمد بن مبارك خلال لقائه وزيرة خارجية سلوفانيا تانجا فاجون إلى أن هجمات الميليشيا على المنشآت الاقتصادية وموانئ تصدير النفط
تمثل تهديدا للأمن والسلم في المنطقة وتحديا لجهود إحلال السلام. بن مبارك أكد أهمية تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعت مع الجانب السلوفيني بشأن التعاون في مجال نزع الألغام في اليمن وعلاج وإعادة تأهيل ضحاياها. بدورها أعربت بعثت الحكومة اليمنية رسالة احتجاج إلى المبعوث الأممي بشأن تعرض الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي للتعليم. قالت رسالة صادرة عن لجنة الأسرى الحكومية أن الصحفي توفيق المنصوري وثلاثة من زملائه المختطفين منذ أكثر من 7 سنوات تعرضوا للتعذيب بطرق بشعة في زنازين انفرادية تحت إشراف رئيس لجنة الأسرى تابعة للميليشيا. طالبت الرسالة المبعوث الأممي بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الاعتداء وضمان عدم تكراره والسماح لأهالي المختطفين بزيارتهم للاطمئنان عليهم. كما طالبت بالضغط لإيقاف مسلسل التعذيب المتواصل بحق المختطفين والإفراج الفوري عنهم دون تأخير. إذن بالعودة لموضوع فساد المنح الدراسية، سينضم إلينا للتعليق حول هذا الأمر سينضم إلينا السفير والدبلوماسي السابق مصطفى النعمان. سعادة السفير مساء الخير، ونتساءل كيف تابعتم ملف المنح الدراسية الذي يثار حاليا؟ الحقيقة ليس فيه من شيء مفاجئ، الحديث عن الفساد في مؤسسات الدولة معروف والكل كان يتحدث عنها، سواء كان في وزارة التعليم العالي أو في وزارة الخارجية بالذات باعتبار أنهم مؤسستين يمسان المواطن اليمني خاصة الموجود خارج البلد. وبالتالي أنا شخصيا لا أجد فيه شيء مستغرب، هو فقط أن المعلومات خرجت إلى الناس ورأينا أسماء. الحقيقة أنه من العيب أنها كانت تعطي منح لأولادها أو حتى تبحث عن منح لأولادها. فالمسألة بالنسبة لنا أكبر من مسألة الحديث عن هذه الجزئية مع أهميتها الأخلاقية وأهميتها القانونية. أتمنى من الناس أنهم يواصلوا، هذه مشكلتنا أن نحن نتحدث عن هذه القضايا لفترة قصيرة ثم تنتهي واسمك الناس وينسوا ثم تعاد بعد سنة أو سنتين. لكن الحقيقة المخزي والمحزن والمؤسف أن احنا قرأنا أسماء الكثير من المسؤولين على أبناء المسؤولين الذين أنا أقول إنهم استولوا على منح مهما كانت المبررات القانونية. فأخلاقيا لا يجوز لشخص مسؤول في الدولة أو قائد حزبي أو سفير أو حتى من وكيل وزارة وما أعلى أن يبحث عن منحة لولده. احنا اشتغلنا في السفارات ولا حد، أنا عندي 4 أولاد لم أخذ منحة من الدولة لأنه كان من المعيب أن أتقدم بطلب منحة إلى الدولة، معيب حتى لو كان حق قانوني، لكن أخلاقيا ليس لي حق بهذا. وأنا استعجب من أسماء كبيرة تحدث عن الفساد ومحاربة الفساد وادعاء النزاهة وادعاء الشرف، ثم نفاجئ بأسماء أبناء 5 4 3. وفي يعني أنا لما يفاجئ أنه طالب يدرس لغة عربية في بلد أجنبي، يعني هذا خزي ولا مش خزي؟ عيب يعني، معيبة بكل معنى الكلمة. طيب سعادة السفير، يعني هناك أيضا من يرى أن هذا الفساد المتمثل بالمنح يعني هو يكشف جزء بسيط، يعني إذا كان هذا الأمر يعني فقط ما حصل عليه أبناء هؤلاء المسؤولين، فما بالك هم؟ يعني هناك أشياء وخفايا أكبر إذا كان هذا الأمر ظهر للعيان. هذا بالضبط الذي أقوله، أنه هذا الملف برغم أهميته وبرغم حساسيته هو ملف يدل على انحدار مستوى المسؤولية الأخلاقية لدى هؤلاء. وهذا ملف ويدور ملفات، يعني أنا أتمنى من مجلس النواب أن يوجه استجوابا واحدا إلى وزير التعليم العالي أن يشرح له كيف تم اختيار هؤلاء الطلبة أيا كانوا.
ثم أن يسألوا سعادة السفير من يستجوب من إذا كان يعني هناك من بين أسماء الابتعاث أبناء أعضاء مجلس نواب ورئيس مجلس نواب وبالتالي هم أساسا منخرطين في هذا الأمر. أنا معك في هذا، لكن هناك بداخل مجلس النواب أعضاء أنا أشهد لهم بالنزاهة وأشهد لهم بالجرأة والشجاعة، يستطيعوا على الأقل أن يثيروا هذه القضية ولنرى كيف سيتعامل معها رئيس مجلس النواب وكيف سيتعامل معها وزير الخارجية والتعليم العالي. بس يعني المسألة هي يجب على الجميع أن يعمل على فض هذه الممارسات وأن يعلنها وأن ينشرها وأن نروي لها وأن تستمر وحتى يحدث تراكم، حتى يمكن أن يشعر هؤلاء بشيء من الخز أو بشيء من الخجل أمام المواطنين فقط. يعني أتمنى هذا، يعني هو المواطن سعادة السفير يعني إذا كان يعول على هذه الشخصيات في هذا الظرف وهذه المرحلة الحساسة وبالتالي يظهر فساد بهذا الحجم فيما يتعلق بالمنح الدراسية وربما هناك ما هو أعظم. طبعا هذا اللي أقوله، يعني هذا ملف كشف لنا قلت لك في البداية، ثم هناك ملف وزارة الخارجية، هناك ملف وزارة النفط، هناك ملف وزارة الاتصالات، هناك ملف وزارة المالية، يعني هناك من الفضائح ومن الفساد ومن العبث بالمال العام واستخدام السلطة ما يندله الجبين. يا أخي نحن صرنا نخجل لهم، يعني أنا مستغرب أنهم لا يخجلون، فإحنا صرنا نستحيلهم لأننا نعرفهم، فكيف بهم هم يا أخي؟ شيء مخيف، شيء مخيف فعلا أن نصل إلى هذا المنحدر في مستنقع من هذا الفساد وهذا يعني سميها قلة حياة. يعني وزير أو سفير يستطيع أن يدرس أولاده وإخوانه وأحفاده، أنا أعرف هذا لأن كلنا اشتغلنا، فيأتي ليأخذ منح من يعني حق أصيل لطالب لا يستطيع والده أن يرسله إلى الخارج ليدرس في على منحة، يا أخي شيء معين على حساب البسطاء والمواطنين الذين لا يجدون قوت اليوم. أنا قلت لك أنا أتمنى من وزير التعليم العالي يشرح للرأي العام ما هي معايير اختيار الطلبة عموما، وهل تم تطبيق هذه المعايير على كل الطلبة الذين حصلوا على منح، ثم يقول لنا لماذا منح ابناء السفير الفلاني او الوزير الفلاني او احفاده او اخوانه او اخواته على هذه المنح. طيب سعادة السفير، يعني انتم بحكم عملكم في السلك الدبلوماسي، يعني في الفترات السابقه كيف كانت تتم عمليه الابتعاث للدراسه في الخارج؟ شوف يعني ما حد ينكر انه كان في هناك تجاوزات، لكنها ما كانت تجاوزات بهذه الوقاحه وبهذه الفجاجه. يا اخي ما عاد يستحوا، يعني في الزمان كان ما في، انا اطلب من اي طالب يجي يقول انه كان في حصل على نسب عاليه في الثانويه العامه ولم يحصل على حقه القانوني، كانت هناك في تجاوزات لانه كان في منح كثيره وكان في هناك طلبه يدرسوا في جامعه صنعاء في الجامعه الاهليه داخل اليمن، لكن فعلا حصلت تجاوزات في السابق، لكن بهذا الحد من الوقاحه وهذا الحد من الاسفاف يا اخي ما قد حصل. واللي حصلت طبعا في تجاوزات، من قال انه ما كانش فيه؟ لكن مش بهذه الطريقه. لكن سعاده السفير، يعني هل تفسر ان نشر الغسيل في الوقت الراهن يعني يحمل تفسير محدد، ام ان الوضع يعني جاء بحكم اللحظه ونشرت هذه الوثائق؟ هي من اصلا ما كانش، هذه اول مره تتحدث، انا تحدثت عنها قبل عامين، تحدثت عن فساد الخارجيه قبل عامين وقبل عام وازل، يعني المساله موجوده، لكن حجم التسريب الذي تم في الفتره الاخيره هو المثير، لكن انا اعتبر انه شيء طبيعي، يعني اعتبره صحوة ضمير من الشخص الذي كانت عنده هذه الوثائق وحاول يسربها لكي يفضح هذه الممارسات. ما انا لا احاول ان اربطها بظرف سياسي، هذا اللي حاول يربط هذا الفساد بالظرف السياسي او يحاول ان ينكر ان هناك فساد ويحاول ان يدافع عنه لان الظرف السياسي لا يسمح، هذا نعتبره شريك في هذا الفساد. نعم، أشكرك جزيل الشكر السفير والدبلوماسي السابق مصطفى نعمان، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
أدانت منظمة صحفيات بلا قيود قيام قيادي حوثي بتعذيب الصحفي توفيق المنصوري مطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية زملائه وضمان حصولهم على الرعاية الصحية. وعبرت المنظمة عن صدمتها من تعرض الصحفي المنصوري لتعذيب والاعتداء الجسدي على يد القيادي في جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى وشقيقه أبو شهاب، ودعت إلى التحقيق في التعذيب الجسدي الذي تعرض له الصحفي المنصوري ومعاقبة المسؤولين عن ذلك الاعتداء. العتمة والغياب أبرز ما يعيشه المختطف في سجون ميليشيا الحوثي، أما لحظة الإفراج عنه فقد باتت تنتهي بالموت. كان آخرها وفاة المختطف المفرج عنه من سجون الميليشيا التربوي صادق البتراء، حيث فارق الحياة متأثراً بمضاعفات التعذيب الذي تعرض له لأكثر من عامين في سجن مدينة الصالح بتعز، وذلك بحسب مصادر حقوقية. ميليشيا الحوثي كانت قد اختطفت البتراء منتصف عام 2017 قبل أن تفرج عنه نهاية 2019 في صفقة تبادل للأسرى. هذه الحادثة هي الخامسة خلال شهر ونصف لمعتقلين توفوا نتيجة تدهور حالتهم الصحية جراء التعذيب داخل سجون ميليشيا الحوثي. غيب العديد من اليمنيين عن أسرهم وأهاليهم وتعرضوا للتعذيب وحتى للقتل، وعلى مدى ما يقارب 8 سنوات لم توجه لأغلبهم أي تهمة ولم يحالوا إلى المحكمة. انتهاكات الميليشيا لا تتوقف، فأسر الصحفيين المختطفين لدى ميليشيا الحوثي كشفت مجدداً عن تعرض الصحفي توفيق المنصوري للتعذيب الشديد داخل سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء، وذلك على يد القيادي الحوثي عبد القادر المرتضى. عذب الصحفيون بحسب بيان صادر عن الأسر بشكل متواصل وأخفوا قسراً لمدة 45 يوماً ليتم نقل المنصور لاحقاً وبعض زملائه إلى الزنزانة الجماعية. وقد بدت على المنصور آثار التعذيب وتعرض رأسه للضرب ولكسر في الجمجمة. منظمة الصحفيات بلا قيود أدانت واقعة إقدام القيادي الحوثي المرتضى بتعذيب صحفي توفيق المنصوري ومطالبة بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المتورطين للإفراج الفوري عنه وعن بقية زملائه. توفي أحد المختطفين المفرج عنهم من سجون ميليشيا الحوثي متأثراً بمضاعفات التعذيب التي تعرض لها خلال اختطافه لأكثر من عام. أفادت مصادر بأن التربوي صادق البتراء توفي جراء استمرار تدهور صحته نتيجة مضاعفات التعذيب والمعاملة القاسية التي تعرض لها في سجن مدينة الصالح بتعز. من جانبها دعت منظمة رايت رادار بالتحقيق في الظروف التي أدت لوفاة البتراء الذي اختطفته ميليشيا الحوثي منتصف عام 2017 قبل أن تفرج عنه نهاية 2019 في صفقة تبادل. وتعد هذه الحادثة الخامسة خلال شهر ونصف، حيث توفي 4 آخرون خلال الأسابيع الماضية في سجون ميليشيا الحوثي جراء التعذيب. في السياق ذاته دعت منظمة حقوقية سعودية إلى إطلاق كافة المعتقلين اليمنيين على خلفيات سياسية أو مطالب حقوقية والتوقف الفوري عن ممارساتها المنتهكة للحقوق الأساسية والقوانين الدولية بحق اليمنيين. أوضحت منظمة سام للحقوق والحريات أن الرياض تعتقل مئات اليمنيين في سجون بعضها غير قانونية في المملكة، كما تشرف على سجون أخرى داخل الأراضي اليمنية. وبيّنت أنه لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد المعتقلين اليمنيين في تلك السجون والمعتقلات التي لا تخضع للإشراف القضائي، كما أنه غير مسموح للمنظمات الدولية بزيارتها. وأشارت إلى أنها رصدت فئات مختلفة من صحفيين وسياسيين وعسكريين ومدنيين اعتقلوا تعسفا وأخفوا قسرا لأسباب متعددة، بعضها نتيجة كتابة منشورات رأي وآخرون بسبب تهم تتعلق بالإرهاب. في سياق آخر دانت منظمة حقوقية مقتل مدنيين 2 وإصابة 5 آخرين بينهم طفلان جراء قصف بطائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي استهدف مسجدا في مديرية حيس بالحديدة. وأشارت منظمة رايس رادار أن القصف الحوثي أسفر عن مقتل الشابين أيوب معافى ومحمد نعمان، إضافة إلى إصابة 5 آخرين بجروح خطيرة بينهم طفلان. ودعت المبعوث الأممي لليمن والبعثة الأممية بالحديدة إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية تجاه الضحايا المدنيين جراء هجمات ميليشيا الحوثي وانفجار الألغام التي زرعتها. منذ انتهاء الهدنة مطلع أكتوبر الماضي، صعدت ميليشيا الحوثي هجماتها على الأعيان المدنية والمنشآت النفطية، إضافة إلى تصعيدها في عدد من جبهات القتال داخل حدود اليمن.
يوم أمس الجمعة قتلت ميليشيا الحوثي مدنيين داخل مسجد في مديرية حيس، وأصابت 5 آخرين بجروح جراء قصف بطائرة مسيرة. سلطات المحافظة قالت إن طائرة مسيرة تتبع ميليشيا الحوثي قصفت مسجد الرون أثناء صلاة الجمعة. نحن الآن هذه الجريمة الثانية نستهدف من طيران الميليشيات الإجرامية الحوثية في قرية الرون. أول استهدفوا منزل مواطنين، واليوم يستهدفوا الجامع وهم يصلون ويؤدون شعائر الجمعة. في مأرب أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة مقتل عدد من جنوده ومسلحين من ميليشيا الحوثي إثر معارك شرسة بين الطرفين بالمحافظة فيما وصف بأعنف هجوم منذ انتهاء الهدنة. موقع سبتمبر نت الناطق باسم وزارة الدفاع قال إن قوات الجيش خاضت معارك شرسة خلال الساعات الماضية صدت خلالها محاولات هجومية للميليشيا في مأرب، مشيرا إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الميليشيا بينهم قائد المجموعة الحوثية وجرح آخرين. في الضالع أعلنت وزارة الداخلية إصابة جنديين في هجوم حوثي بطائرة مسيرة استهدفت موقعا عسكريا في جبهة حجر. وقبل أيام أعلنت الوزارة ذاتها مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بواسطة طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا على موقع الجوب العسكري بالمحافظة. وخلال المدة الماضية نفذت ميليشيا الحوثي عمليات هجومية استهدفت مواقع نفطية في الأراضي اليمنية منها موانئ الضبة ونشيمة وقنا النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، وكانت قد لوحت حين انتهاء الهدنة باستهداف منشآت نفطية في السعودية والإمارات. إلى تعز، حيث تظاهر الآلاف من المواطنين في المدينة لمطالبة المجلس الرئاسي والحكومة والسلطات بتوفير الخدمة الأساسية ودعم الجيش الوطني في معركته لمواجهة ميليشيا الحوثي. شدد المشاركون في المسيرة التي دعا إليها مجلس المقاومة الشعبية وعدد من النقابات والقوى الوطنية والشبابية، شددوا على ضرورة التحرك الجاد لدعم الجيش والأجهزة الأمنية والعمل على تحسين الخدمات بالمدينة التي تعاني منذ 8 سنوات من حصار الميليشيا. مسيرة احتجاجية هنا في مدينة تعز حضرها الآلاف من المواطنين والذين تجمعوا من مديريات المحافظة ومن الأرياف وتواجدوا في نقطة التجمع هناك في جولة العواضي ومروا خلال في شارع الجمال وصولا إلى أمام مقر السلطة المحلية. يطالب المتواجدين في هذه المسيرة الاحتجاجية الكبيرة بدعم الجيش الوطني لتحرير هذه المحافظة من الميليشيا الحوثية وأيضا توفير الخدمات العامة. كما يظهر في الصورة آلاف المواطنين الذين حضروا كما تحدثت من الأرياف والقرى المجاورة للمطالبة بهذه المطالب التي كان قد خرج خلالها المواطنون في خلال الفترة السابقة وتحديدا بداية العام بمسيرات شبه يومية للمطالبة بذات المطالب توفير الخدمات العامة ودعم الجيش، إلا أنها توقفت بشكل مفاجئ دون تحقيق أي من هذه المطالب. كما يقول المواطنون اليوم يعودون وبشكل أكبر والمطالبة والتنديد بهذه المطالب التي لم تحقق حتى هذه اللحظة. على خالد، قناة بلقيس، تعز. سقط قتلى وجرحى جراء تجدد المعارك بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي جنوبي محافظة مأرب. وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة مقتل عدد من الجنود وجرح آخرين في مواجهات مع ميليشيا الحوثي بجبهة البلق الشرقي والرملة جنوبي المحافظة. من جهتها أكدت مصادر عسكرية سقوط قتلى وجرحى من مسلحي الميليشيا عقب مواجهات مع الجيش استمرت لساعات، إضافة إلى تكبدها خسائر مادية كبيرة. أشارت المصادر إلى أن المعارك تركزت في جبهة العقد ومحيط البلق الشرقي واستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة والطائرات المسيرة التابعة للميليشيا. وكانت جبهات القتال قد شهدت هجمات متفرقة منذ انتهاء الهدنة الأممية، حيث نفذت الميليشيا عمليات تسلل وقصف الطيران المسير في جبهات القتال شمال وغرب مأرب. قتل قائد عسكري في قوات المجلس الانتقالي وأصيب 2 من مرافقيه في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية في مديرية المحفظ شرقي أبيال. مصادر محلية قالت إن عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون انفجرت في دورية عسكرية تابعة لقوات الحزام الأمني، ما أسفر عن مقتل ضابط عمليات الطوارئ نادر النسري وإصابة 2 من مرافقيه. وخلال الأيام الماضية استهدفت تفجيرات مماثلة قوات الانتقال المتواجدة في مديرية المحفظ
ومديرية المنطقة الوسطى في أبيان. وكانت قوات الانتقال أعلنت نهاية أغسطس الماضي سيطرتها الكاملة على المحافظة ونشر قواتها في المناطق الجبلية والأودية. قالت شرطة محافظة حضرموت إن الاعتداء الإجرامي الذي استهدف مصلين في مسجد بمديرية يبعث خلف 7 قتلى و22 جريح. أوضحت الشرطة في بيان أن مواطنا رمى قنبلتين على مسجد أثناء تادية الصلاة، أعقبها إطلاق نار على الناجين ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم أطفال. ولفتت إلى أن قوات الأمن والشرطة باشرت تحركاتها بالتعاون مع أبناء المنطقة بتتبع حيثية الحادث وإسعاف الجرحى، وبينت بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المجرم أقدم على هذا الهجوم بناء على خلافات مسبقة دون ذكرها، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية مستمرة في التحقيقات لكشف ملابسات الحادث. في سياق آخر، زار عضو مجلس القيادة فرج البحسني قطاعات نفطية تابعة لشركة بتروماسيلا في حضرموت للاطلاع على خطة تصدي لتهديدات الحوثية. ووجه البحسني بدعم القوى العسكرية والأمنية التي تعمل لتأمين الشركة من أي هجمات مضادة، واستمع إلى شرح حول خارطة انتشارها وخططها الدفاعية. أشار إلى أن الجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي من أجل توفير الحماية اللازمة والرادعة للهجمات الحوثية، كما اطلع البحسني على إمكانية توسعة الاستثمارات النفطية في حقول المسيلة وإنشاء مصفاة للبترول، إلى جانب إمكانية إنشاء محطة توليد كهربائية تعمل بالغاز لتحسين خدمة التيار الكهربائي في المحافظة. ناقش لقاء تشاوري دعت له القوات السعودية في حضرموت التطورات في مديرية الوادي والصحراء بالتزامن مع تصعيد المجلس الانتقالي المدعوم من التحالف. قال مصدر لبلقيس إن اللقاء استعرض الأوضاع الأمنية والعسكرية في وادي حضرموت، وذلك في أعقاب التصعيد المستمر من قبل الانتقالي وتهديداته بالتصعيد العسكري لإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى. شارت إلى أن اللقاء شدد على رفض وتجريم أي دعوة لجر المحافظة للصراعات عبر التجنيد خارج إطار الدولة أو الدعوة للتصادم مع الجيش والأمن. وأمس أعلنت لجنة مدعومة من المجلس الانتقالي عن خطوات ستنطلق قريبا لإخراج القوات قوات المنطقة العسكرية الأولى من مديريات وادي وصحراء حضرموت. قتل ضابط في قوات ما تسمى حماية المنشآت التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من التحالف برصاص مسلحين في مديرية الشيخ عثمان بعدن. وقالت مصادر محلية أن الضابط محمد العفيفي قتل برصاص مسلحين نشب بينهم شجار مع أحد الباعة في مدينة الممدارة. وأشارت إلى أن العفيفي الذي يعمل قائد حراسة قائد قوات حماية المنشآت تدخل لفض النزاع، غير أنه قتل برصاص المسلحين عقب تطور الشجار إلى إطلاق الرصاص الحي. في الشأن الإنساني، أعلن البنك الدولي تقديم منحة إضافية لليمن بقيمة 150 مليون دولار ستخصص للمرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للأمن الغذائي وحماية سبل العيش. ووفق بيان للبنك، ستركز المنحة على الإنتاج الزراعي واستعادة الأصول الإنتاجية مقاومة لتغيرات المناخ بهدف حماية سبل العيش وتوسيع نطاق إنتاج الغذاء على مستوى الأسرة وتوزيع الغذاء المحلي. ويتألف التمويل من منحة قدرها 100 مليون دولار مقدمة من صندوق البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية للبلدان الأشد فقرا، بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون دولار من نافذة الاستجابة للأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية. أوضح البنك أن المنحة ستعمل على توسيع نطاق جهود تعزيز قدرة اليمن على الصمود في مواجهة الأزمات الغذائية، مشيرا إلى أن المشروع ستنفذه منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الشركاء المحليين. منذ أعوام يعمل عشرات المتطوعين في تدريس الأطفال بجهود ذاتية في مناطق يتفشى فيها الجهل وتفتقر للوسائل والكادر التعليمي. وفي وقت تخصص الأمم المتحدة يوما عالميا للتطوع، يكافح المعلمون والمتطوعون في المناطق المحررة شمال حجة لتعليم الأطفال في ظل غياب الجهود الرسمية. على مدى فصل دراسي كامل لم تتوانى هذه المتطوعة عن تكريس كل طاقتها لتعليم أطفال قريتها بعزلة بني حسن شمال مديرية عبس بمحافظة حجة، في كفاح يومي لتدعيم العملية التعليمية الهشة لعشرات الطلاب. فيها أطفال كان يعني من أول السنة كان ما يستوعبوش، يعني يشوفهم بس الماضي، يعني اللي كده حصل بهن
لكن الحمد لله بجهدي استمريت معاهم، كان يعني أحاول معاهم، حتى الأحرف كان أكتبها لهم في كراتين وأعلم معاهم، يعني أشوي أكتبها لهم أرددها لهم على السبورة في الكرتون في الكتاب. هذه التعقيدات المضافة لجملة معوقات في كافة الوسائل التعليمية على رأسها شحة الكادر التعليمي كانت دافعا لفاطمة كديش للالتحاق بطاقم التدريس والأخذ بيد هؤلاء الصغار. الكتب في بعضها مش متوفرة، فيه الماسات، فيه السبورات، فيه يعانون منها الطلاب لحد الآن. الطالب يشوفها إنها مش مدرسة، هذا يشوفها كمثلا يعني بيت أو مش محل تعليم. والحمد لله يعني حاولنا معاهم واستوعبوا يعني الأمور بعد ما أنا جربت معاهم، بعد ما أنا درست معاهم وثابرت معاهم، الحمد لله طلاب متميزين. مبادرة فاطمة وقبلها العديد من المتطوعين والمدرسين كان له الفضل في لملمة مدرستهم هذه بجهود ذاتية ومجتمعية وبعيدا عن أي دور للجهة الرسمية. قالوا أن توجد شمعة خيرا من أن تلعن الظلام، ولذلك حنا عملنا جهدنا منذ 4 سنوات، أسسنا هذه المدرسة ولم تكن شيئا لأننا نزحنا من قرية أخرى إلى هذه القرية وليس هناك أي دعم أو تعاون، أو إنما مدرسين بهمم، يعني همته النفسية هي التي دفعته أن يعلم، لأن المجتمع مجتمع أمي ولا يفكر في تعليم أبنائه ولا شيء، ولكن المعلم هو الذي اندفع ذاتيا وهو الذي بذل وهو الذي يعمل. هذه المدرسة أيضا واحدة من نماذج عدة للتدريس التطوعي في المناطق التهامية، حيث يواظب المتطوعون من أبناء قرية بني مخاوي وسط مديرية حيران على تدريس الأطفال هنا دون كلل أو ملل رغم قسوة الظروف وشحة الإمكانيات. يحتفل العالم أجمع باليوم العالمي للتطوع لتقديم الثناء للمتطوعين وتحفيزهم، فيما يضرب الناس هنا أمثلة ملهمة واستثنائية لواحدة من أسمى الأعمال التطوعية في ظروف معيشية وتعليمية قاسية وتجاهل رسمي وعوامل عدة لا يصمد معها سوى أولئك الذين يجسدون روح الخير والبذل والعطاء. محمد يوسف، قناة بلقيس، محافظة حجة. قتلت امرأة برصاص أشقائها في ظروف غامضة بمحافظة إبها الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. مصادر محلية قالت إن امرأة تعمل في مجال الكوافير قتلت برصاص أشقائها في عزلة بني محرم بمديرية ريف إب وسط مطالبات الأهالي بالكشف عن ملابسات الحادث ومعاقبة الجنون. وخلال الأشهر والسنوات الماضية ارتفعت معدلات جرائم العنف الأسري وقتل الأقارب في محافظة إبها الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. تتواصل في مديرية جبل صبر الموادم بمدينة تعز أعمال شق طريق حيوية بجهود مجتمعية في ظل غياب دور الحكومة وصندوق الطرق. وقال سكان إن طريق المرزوح التي يجري إنجاز المرحلة الأولى منها على حساب الأهالي يستفيد منها قرابة 8000 نسمة، لافتين إلى أن الطريق سبق وأن بدأ العمل فيها قبل 20 عاما لكنه توقف بسبب غياب الدعم الحكومي. إلى ذلك اطلع مدير مديرية جبل صبر محمد الكدهي على سير العمل في المشروع ووعد بتقديم مساهمة من قبل المجلس المحلي. هذا أكرم من المناظرين، نشارك وندشن عمل شغل طريق المرزوح التي تخدم حوالي 8000 نسمة. المجلس المحلي مديرية صبر موادم سيساهم ويشارك بمبلغ مالي، في نفس الوقت سيقوم أعداد دراسة لطول الطريق والكميات، وسيتم التواصل مع المنظمات ومع الداعمين والمؤسسات لدعم هذه المنطقة المحرومة من الطريق وجميع الخدمات. نشكر الأهالي على هذا الدعم وهذه المشاركة المجتمعية القوية. نظمت الجالية اليمنية في تركيا احتفالا بمناسبة الذكرى 55 لعيد الاستقلال الوطني في 30 من نوفمبر. وفي الحفل تم تكريم الخريجين المتوافقين في الثانوية العامة من أبناء الجالية المتواجدين في تركيا، كما شمل أيضا تنظيم بازار لعرض المشغولات اليدوية المشغولة محليا.
جملة ترجمت لنا مشهد الانتصار التاريخي قبل 55 عاماً، حيث رحيل آخر جندي بريطاني من جنوب اليمن. وهي مناسبة مهمة يجب أن تحيا في قلوبنا، لأنها تلهمنا كثير من الأشياء كيمنيين، تلهمنا حرية الإرادة وحرية القرار، تلهمنا أيضا الثبات على مبادئنا لكي تتحقق أهدافنا. هنا في إسطنبول، حيث الآلاف من اليمنيين يتجلى الزهو بتذكر تاريخ البلد الحاضر في وجدانهم، يحتفون بالذكرى 55 لعيد الاستقلال الوطني في 30 من نوفمبر. وتحدث المنظمون عن أهمية هذه الذكرى في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. نحن نريد يمناً سعيداً، يمناً لا يوجد فيه مستعمر، سواء أكان مستعمراً مباشراً كما كان البريطانيون أو مستعمراً بالوكالة كما هم موجودين الحوثيين الآن. الاحتفال الذي نظمته الجالية اليمنية في تركيا صنع لحظة يمنية خالصة في بلد المهجر، إذ تم تكريم الخريجين المتفوقين في الثانوية العامة، وأقيم على هامشه بازار شامل مشغولات محلية، كما وجد الكثير فرصة لاستذكار المحطات التي انتهت بهم إلى هذا المكان. أتمنى اليمن أعياد مجيدة وأن ترى أيامها المزهرة قريباً إن شاء الله. الشعب اليمني المتصف بالنضال منذ القدم، والذي دحر المستعمر البريطاني بعد 129 سنة، قادر على دحر المستعمرين الجدد أيما كانت أسماؤهم وصفاتهم. فاليمن كانت وما زالت مقبرة الغزاة. وفاء اليوسفي، قناة بلقيس. إذن مشاهدينا، بهذا انتهت النشرة. نذكر بأبرز العناوين. وثائق تكشف استحواذ أبناء المسؤولين والقيادات السياسية على منح الابتعاث الدراسي. البحرية الأمريكية تعترض سفينة تحمل ذخائر ووقودا للصواريخ من إيران لليمن في خليج عمان. الحكومة تناشد المبعوث الأممي التدخل عاجل لإنقاذ حياة الصحفيين المعذبين في سجون الحوثي. قتلى وجرحى في تشدد المعارك بين الجيش وميليشيا الحوثي جنوبي مأرب. للمزيد يمكنكم زيارة موقع القناة على الإنترنت أو صفحتي على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.